انا كلاعب يا كابتن عادل ابص للاعيبه اشوف الوداد بيلعب ازاي. انا مثلا كباك رايت مثلا ابص اشوف الباك ليفت والوينج ليفت واللي بيجي ناحيه الشمال كلهم بيلعبوا ازاي، ولا اشغل نفسي بالفرقه اكتر كلاعب؟ كلاعب طبعا. يعني اهم نقطه انك انت يعني عاوز اسهلها مش عاوز اصعبها شويه، اللي هو اللي بالفكر التركيز اللي احنا كتير قوي كنا فاهمينه مش صح. حته التركيز ان انت يقول لك لازم تكون مركز متنشن الحاجات دي، لا كل واحد بطريقته. المفترض ان انت في مفاتيح انك انت بتستدعي بيها اللعيب اللي هيلعب عليك. يعني بمعنى ايه؟ لما تيجي تتكلم مع لعيب تقول له انا بلعب باك رايت مثلا وهيلعب عليا واحد ناحيه الشمال، تستدعيه في ذاكرتك ازاي بيدخل يعني انا لو هلعب عبد القادر مثلا، عبد القادر ازاي بيوقف وازاي بيتحرك وازاي بيخش، بتفرج له كتير. ودي من تحضير مع الجهاز الفني. ايوه بيساعدوا فيها الجهاز الفني. انت كلاعب ممكن يساعدك الجهاز الفني ان هو يديك كل مفاتيح اللعيب اللي هيلعب عليك او طريقه اللعب اللي هتتلعب عليك. ايوه دي واحد. الحاجه الثانيه تركيزك بقى انك انت طول الوقت هتعمل ايه وفي الاوقات هتعمل ايه، لانه هو انت كلاعب برضو بعد ما بتاخد من المدير الفني ومن طريقه اللعب بتاعتك ابتكارك، انت بتاخد خطوط عريضه طبعا، انت بقى اللي بتحط بصمتك عليها، ازاي تحط بصمتك ازاي تشتغل عليها. بس هو النقطة الوحيدة اللي اتمنى، يمكن الكابتن اسامة اتكلم في كل النقاط وغطاها، بس النقطة الوحيدة اللي اتمنى في الفاينل ده اشوف روح النادي الاهلي فقط وفي لنة النادي الاهلي. روح لاعبين النادي الاهلي لو حضرت في اي وقت انا ما بخافش على الفرقة خالص. يعني الماتش ام بالكابتن اسامة اتكلم عليه، دي روح النادي الاهلي، دي روح لعيبه النادي الاهلي من قديم الازل الى الان. ده حته عدم الياس، حته انك انت مؤمن ان انت لازم تكسب في الوقت حتى لو الوقت ضايع. ولكن بالنسبه للاعب الواحد كل واحد بيتكلم، يعني بيفكر اولا في واجباته، ثانيا واجباته الملتصقه بالواجبات بتاع اللي جنبه واللي قدامه، وفي الاخر الامر انك انت بتلعب 90 دقيقه تاريخ. ايوه كاس افريقيا يا أيوة. كابتن اسلام مش كاس افريقيا انك بتفوز بس، انت في كاس عالم، انت في لا الثالثه للتوالي على التاريخ. وفي حاجه مهمه قوي يا كابتن، انك انت احنا بنتكلم في عالم الاقتصاد دلوقتي كره القدم، عالم الاقتصاد انت برضو في حاجه بتساعد ناديك، صح طبعا بتساعد ناديك، وانت كره القدم بقت صناعه دلوقتي طبعا. اللي يعرف يصنعها كويس واللي يعرف يشتغل فيها كويس واللي يعرف يجيب دخل فيها كويس هيشتغل كتير. فهي حته انه المباراه دي الغي من دماغك حاجتين، انك انت بتلعب في المغرب، انت بتلعب في استاد القاهره، دي ناحيه ذهنيه لازم تتربى جوه اللعيبه دلوقتي. والله يا كابتن عادل يعني اقول ان انا بلعب في اي ملعب وخلاص. الفكره بتتسلل للعيبه ازاي يا كابتن اسلام؟ ازاي؟ انك انت تهيأ له كل الظروف ان هو يعمل كده. انك انت بتفكر انا بلعب خارج ملعبي، لا انا عايز الاعداد النفسي بتاع اللاعب، واللاعب نفسه يعمل اعداد نفسه، الاعداد النفسي بتاعه انه بيلعب جوه ملعبه ولا يبص ان هو، لان دي بتفرق معاه في طريقه اللعب. اوكي انت طول العمر لما بنخرج نلعب بره عاوزين نتيجه علشان نرجع نكسب هنا، مظبوط، او لما بنجيب نتيجه هنا عاوزين لا احنا دي مباراه فاينل، يعني ان شاء الله تكون الروح بتاعتنا اهم حاجه وبدوس عليها روح لعيب النادي الاهلي.